السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو هذا يا جماعة الخير جايبين لكم تجميعة للمعالج رايزن اللي هو 3800X مع كروت للRTX 2080 او كرت الRTX 2080، وراح بإذن الله نتكلم فيديو قريب عن كروت الRTX السوبر والعادية، وش الفرق بينهم، ولا اشتري النوع العادي ولا السوبر ولا حتى كروت AMD. فما بطول عليكم اكثر من كذا يا جماعه الخير الفيديو، اتمنى تدعمونا، قرب لنا 7000 مشترك، يعطيكم الف عافيه يا جماعه الخير على الدعم، لكن ما زلنا نحتاج دعم اقوى شوي. انا عارف اني مقصر في المقاطع شوي، لكن والله يا جماعه الخير امر خارج ارادتي، لكن باذن الله بحاول قدر المستطاع اني انزل فيديو يعني او اثنين فيديوين يعني اسبوعيا باذن الله تعالى. ف يعني يعطيكم الف عافيه يا جماعه الخير، ما قصرتم معنا ابد. ممكن تضيفا على سناب شات او حتى الانستغرام، حياك الله. اذا كان عندك اي استفسار، بعض الشباب يسالني يعني دائما كثير، هل انا اسوي تجميعات ولا لا؟ انا اسوي تجميعات يا جماعه الخير، سواء مواصفات انت بيها، سواء مثلا انت عندك قطع تبغاني اركبها او تبغى استعرضها، فحياك الله. كل تواصل معي عن طريق الانستغرام او سناب شات، وباذن الله تعالى راح اساعدك باللي اقدر عليه. فما بيطول الفيديو اكثر من كذا، وخليكم مع الفيديو. طيب يا جماعة الخير، احنا بدينا هنا في التجميع. عندنا هنا تجميع عند رايزن 7 اللي هو 3800X، يجي بثمان انوية و16 ثريد زي الجيل السابق، لكن هنا السرعة صارت 3.9، كانت قبل 3.6، ويقبل البوست حقه الماكس بوست اللي هو 4.5 وكان 4.3. طبعا هذا الشيء يفيدك جدا جدا في الستريمينج ولا في المونتاج. فانا صراحة المعالج هذا كنت راح تاخذ الجيمينج، انا افضل ان قيمته ب 1600، انا افضل انك تاخذ i7 9700K، لكن يعني تقول والله راح اسوي مونتاج وراح اسوي ستريمينج، لا، انا انصحك في الرايزن هذا، راح يعطيك اداء جدا يعني بطل خاصة، وأداء نوعا ما أفضل من موجود في إنتل. زي ما قلنا 8 أنوية و16 ثريد، والسرعة حقته اللي هي الـ Operating Frequency راح تكون 3.9، ويقبل الماكس التيربو حقه راح يكون 4.5 جيجا هيرتز. اللي هو Time Memory حقه Recommended، أو اللي يقول Time Memory حقته عشان النوع الذاكرة تحطه معه والرام تحطه معه، اللي هو 3200 تكون سرعة له. هنا نقول طبعا نقول كأنه ما زال رايزن راح يحطون معه الهيت سينك اند فان انكلودد، اللي هو المبرد الهوائي راح يكون متواجد زي الموجود في الرايزن العادي، زي الموجود في الرايزن 2700X اقصد، راح يكون نفس المروحة راح تكون موجودة مع الار جي بي مع كل شيء. فانا اشوف صراحة سعره نوعا ما من وجهة نظر شخصية، طبعا عليه فري شيبينج هذا شيء شافع له يعني، لكن اشوف سعره نوعا ما، ممكن هذا الشيء موجود فقط بنيو ايج، ممكن تروح تشيك في امازون او تشيك محلي ممكن تحصل سعر اقل، لكن ما اتوقع، لكن بشكل عام راح يكون سعره 1600 او قريب من السعر هذا، نفس قيمة الـ i7-9700K. لكن هنا الفرق، راح يعطونك هنا مروحة معه مجانا، وهذا راح يجيك 8 أنوية و16 ثريد، راح يخدمك في المونتاج وراح يخدمك في الستريمينج أكثر من الـ i7. هذا شيء. عندنا هنا جماعة الخير كرت الشاشة، أخذت من الـ EVGA اللي هو الجي فورس الـ RTX 2080 العادي طبعا، ما هو السوبر، بسبب أن سعره هنا جدا جدا منخفض. عندنا قيمته بـ 2500 بـ 2624 مع الضريبة، يعتبر سعره جدا ممتاز بالنسبة لي. طبعا كروت السوبر حاليا غير متواجدة لأن كلها يعني راحت ما شاء الله، جت ممكن فترة يومين ثلاثة أيام كلها انباعت. لكن إذا كنت تبغى تاخذ الـ RTX 2070 سوبر، توفر لك تقريبا على ما يقارب 500-400 ريال وأنت الكسبان يعني، لأن الأداء فرق بينهم جدا جدا بسيط. لكن ما زال 2080 يعني محافظ على هيبته. 2080 أنا أشوفه بوجهة نظر شخصية يعني كرت يسمونه الاوفر كيل، بالنسبه لي انا اسميه الاوفر كيل، اللي هو فوق الطاقه اللي انت مطلوبه منك اذا كنت بتشغل على 2K ولا فول اتش دي، لكن اذا كنت بتشغل على 4K راح يكون كارت يعني اختياره جدا جدا ممتاز. طبعا يقول لك انه هنا 2080 هذا طبعا معروف انه 8 جيجا في رام الجي دي دي ار 6، نوع الرامات حقته الموجوده. طبعا يقول لك انه دول الاتش بي دي فانز، انه هذه المراوح حقت الدول راح تجيك اثنين، وبرضه يجي راح يدعم الكرت ما يقولون راح يدعم الار جي بي اللي هو انوار ار جي بي، راح تكون كلمه الاي في جي ال جي فورس راح تكون مدعمه في الار جي بي هذه.
فشيء ممتاز. طبعا معروف النوع البلاك إديشن يعتبر النوع المتوسط، له الأفضل وله الأقل، ونوعا ما يعتبر سعره معقول. إذا أشوف 2624 أشوف سعره جدا جدا معقول، لكن أنا بالنسبة لي لو كنت مخير راح أخذ كرت اللي هو 2070 سوبر، أو يعني زي ما يقول 2070 عادي، لأنه فيه الآن تخفيض الأسعار بسبب نزول كرة السوبر. هنا عندنا جماعة أخينا المذر بورد من جيجا بايت الإكس 570، ممكن تأخذ الإكس 470 لكن تحتاج تحديث بايوس، لكن أنا حطيتها هذه عشان لا تحدث بايوس وآخر تحديث ولا تواجه أي مشاكل. طبعا الميزة هنا في جيجا بايت إنه طبعا اللي هي الجيمينج إكس هذه راح يكون بالكسر، ما راح تتعبك، حتى راح تدعم عندك سرعة الرامات. هنا خلونا نشوف الخصائص حقت المذر بورد. قلت تدعم الجيل الثالث من رايزن وتدعم الرام حقه إلى سرعة 3200 اللي هي الركومندد للمعالج حقنا. وهنا أقولك حتى تدعم الجيل الثاني، لكن تدعم شوف الرامات إلى 9933. طيب أحد يسألني يقول لو أخذ طيب رامات سرعتها كمثال 3600، لكن هنا المذر بورد ما تدعم اللي عندي 3200، لو تأخذ 3600 راح تشتغل عندك بدون أي مشاكل، لكن السرعة ما راح تتعدى 3200، فالزيادة اللي انت دفعتها على 3600 ما راح تستفيد منها، هذا الشيء الوحيد راح يصير، وراح تشتغل معك عادي طبيعي ولا بها اي مشاكل. طبعا يقول العالم في ناس كثير يسألني ليش سعر الاكس 570 تقريبا كان مرتفع جدا مقارنة في 470، بسبب انه دعموا في المذر بورد حقت الاي ام دي الجديدة اللي هو البي سي اي اي 4 اللي هو مدخل سواء كرت الشاشة او حتى مدخل الام دوت 2 او حتى مداخل لل تكون اتصال بين المعالج وكرت الشاشة. بس اي فور يقولون راح يعطيك سرعة دبل في نقل البيانات ومن الكلام هذا، لكن لو نتكلم فعليا راح يعطيك اداء ما يقارب 10 الى 15% مقارنة في الجيل السابق. فحتى الجيل الرابع من البي سي اي اي او بي سي اي اي فور يعني زي ما يقولون قليلة الأشياء اللي تدعمه حاليا، لأنه تقنية جديدة وقطعها لسه أسعارها ما أعتقد نوعا ما مبالغ فيها، فأنا أشوفها حاليا ما راح تستفيد منها بشكل كبير، لكن أنا أخذتها بسبب أن المعالج الجيل الثالث راح تشتغل معك بدون مشاكل، بدون تحديث بايوس، بدون أي مشكلة عندك. ممكن تأخذ الجيل السابق لكن راح تحدث بايوس، تحتاج معالج من الجيل السابق، أو ممكن الشركات تقريبا بعد أسبوع أو أسبوعين راح تنزل تحديث مباشر على المذر بورد فتشتريها بدون ما تحدث، بدون شيء، لهم تكون محدثة وجاهزة. فعشان كذا أنا حاليا أخذت الإكس 570، لكن أنا لو تسألني من وجهة نظر الشخصية طبعا، وأنت لك حقك يعني تقول بوجهة نظرك أنت، أنا أفضل الإكس 470 لكن قادر عليها توفير فلوس أول شيء، وأحطها بفلوس هذه حقت المذر بورد يعني أطور كرت شاشة أو أني أضيف رامات أو أضيف ام دوت 2 أو أرفع سعة التخزين وأشياء هذه. حطيت هنا طبعا الرامات من شركة جي سكيل اللي هي تراين زد اللي هي الرويال سيريس، رويال سيريس يعني ما يحتاج يعني اللي تقريبا عن الرامات اللي هي كريستال والكروم او ممكن يكون جولد لو تبي. انا اخذتها طبعا 16 جيجا رام، سرعتها 3200 اللي هي ريكومندد للمعالج حقنا، وافضل اعتقد افضل سرعة ممكن احصلها للرايزن حاليا. مخير بين السيلفر وبين الجولد، لكن انا راح اخذ سيلفر لاني ما يعجبني صراحه الجولد مع التجميع، احس مو متناسق شكله نهائيا، لان السيلفر راح يعكس لك الكيس والار جي بي وكذا فيطلع شكله جدا ممتاز، لكن الجولد راح يكون شكله ما اعرف، لكن شكله جاي خطا. هذا وجهه نظر شخصيه، ممكن احد عنده وجهه نظر اخرى يعني شو الجولد اجمل وكذا، هذا شيء راجع لك. اخذت طبعا للتخزين للنظام وبرضه للمونتاج، بما ان التجميعه هذه فيها معالج 3800 اكس راح اخذت ام دوت 2 الاكس اي اكس 920 512 جيجا بايت. هذه ام دوت 2 من اتش بي، سرعتها طبعا في القراءه يعني 3200 يعتبر سرعه جدا جدا سريعه، اسرع من الاس اس دي نقدر نقول بست مرات ونص اهم شيء نص، واسرع في الكتابه من الاس اس دي تقريبا ما يقارب اربع مرات ونص او خمس مرات، فيعتبر جدا جدا عالي. طبعا هذه تعتبر اللي هي بي سي اي 3، ما هي بي سي اي 4،
يعني هذه سرعتها كذا، البي سي اي 4 راح تكون اسرع من كذا الام دوت 2، لكن حاليا احنا هذا اللي نحتاجه واكثر من طاقتنا يعني. يعني هذا يعتبر سرعه اوفر كيل، الجهاز ما راح يستخدم خاصه الالعاب في القراءه والكتابه ما راح يستخدم سرعه فوق 600، لكن احنا اخذنا السرعه هذه العاليه عشان نقل ملفات اسرع، يكون سريع عندنا جدا بنقل الملفات الكبيره. والشيء الثاني انه يكون في المونتاج راح يسوي ريندر بشكل اسرع بسبب اننا راح نحط على الام دوت 2. عندنا برضو هنا الهارد ديسك راح ناخذه من سي جيت ال 2 تيرا عادي، انا اخذته طبعا 7200 اتش دي دي عادي، ممكن تبدله باس اس دي او انك تبدله بام دوت 2، شيء راجع لك انا، لكن اخذت هذا كستاندر يا جماعه الخير، واني انزل من قيمه التجميع قدر المستطاع عشان تكون يعني ايدل، يعني يقدر اي احد يشتريها يعني وتكون ممتازه. لكن انت ممكن نفسك انت كمستخدم تقول لا انا ابغى مثلا 2 تيرا ام دوت 2 او 2 تيرا اس اس دي، هذا شيء راجع لك، لكن انا احطها هذا كمستخدم عادي او مستخدم اللي يبغى يشتري تجميع باقل سعر ممكن. حطيت برضو الورسد الله هنا الوايت اديشن علشان نفس السبب هذا، اني نزل سعر التجميعه، يعني لو احط نفس الباور سبلاي هذا السوبر نوفا اللي هو 750 واط راح يكون السعر هنا تقريبا دبل او زياده 200 ريال، يعني هنا لو نزود 200 وهنا نزود 200 هذا 400 ريال، وبرضه الكيس راح نزود فيه، ف 600 ريال هذا ممكن احد يشتري بها كيبورد او يشتري بها ماوس او يشتري بها سماعات اللي هو يعني. لكن انا حطيت السعر هذا، ممكن ان تسوي عليها بعض التعديلات وبدون اي مشاكل يا جماعه، سواء بتغير كرت شاشه سواء بتغير يعني باور سبلاي، لكن بشكل عام انا اخذ اي في جي اي سي سونيك ولا كورسير ولا حتى ثيرمالتيك، اربع شركات هذه جدا ممتازه كلها، ممكن تاخذ من الموديلر والنون موديلر والوايت والبرونز ولا السوبر نوفا، شيء راجع لك، لكن حاول انك ما تاخذ دون 750 واط كاقل شيء، لان عندنا المعالج وكرت الشاشه راح ياخذون طاقه كبيره جدا بسبب انهم يعني زي ما يقولون كروت الشاشه هذه قويه مره وراح تسحب طاقه بشكل كبير، وحتى المعالج انه حق اي ام دي راح ياخذ تقريبا 100 واط، يعني بعكس الانتل راح ياخذ تقريبا منه 70 الى 80 واط، فانا اشوف 750 واط كاقل شيء عشان تشغل جهازك هذا. وسعره ما هو غالي، يعني سعره يعني لو اخذ الان 700 واط يمكن راح اوفر 20 30 ريال ما تسوى، فانا اقول خذ لك 750 واط 850 واط او لا 1000 واط، لكن 750 يعتبر الافضل شيء اللي يسمونه السويت بوينت او الافضل شيء من ناحيه سعر ومن ناحيه اداء جدا كافي لك. القطعه الاخيره جمعه الخير اللي عندنا اللي هي من ثيرمال تيك اللي هو الليفل 20 الام تي الام تي، طبعا في هذا الكيس ار جي بي، ثلاث مراوح الاماميه، الخلفيه ما فيها ار جي بي لكن ممكن تحط في يعني ثلاث مراوح هنا، مروحتين فوق ومروحه في الخلف. المراوح هذه طبعا ادرسبل ار جي بي، او الار جي بي ممكن تسوي فيه انواع ومودات كثيره، تدعم جميع انواع المذر بورد، طبعا هو الاي تي اكس ميد تاور، ومعروفه ثيرمال تيك في الكيسات يعني شغلهم جامد. يدعم برامج هذه الاورا سينك والار جي بي فيوجن اللي هو حق جيجا بايت، وام اس اي الميستاتيك اللي هو السينك، فعندك جدا ممتاز. حتى في زر ار جي بي لو انت ما تبي تشبك الكيس على الام دوت 2، او عذرا لو ما تبي تشبك الكيس على المذر بورد تبي تشبكه في الباور سبلاي، ممكن عشان توفر على نفسك مدخل ار جي بي، شيء راجع لك. زي ما تشوفون هذه مداخل ار جي بي الموجوده، وريح عمرك ولا تزعج روحك في الشيء هذا، كل شيء موجود، يدعم جميع المذر بورد كلها يدعمها. هذا يجي معه برضه اللي يسمونه هذا اللي هو الكنترولر لنفس الكيس، حتى تشوفون تقدر تضيف مروحتين هنا على الجنب، شكل جمالي وتعطيك التبريد المائي يعني شيء ممتاز. ف في خصائص جدا كثيره، وانا صراحه ثيرمال تيك اهنيهم صراحه على شغلهم في الكيسات، يعني شغلهم جامد جامد بشكل مو طبيعي. طبعا زي ما قلنا الكيس هذا خلينا نشوف اللي يجي معه من خصائص، زي ما قلنا انه ميد تاور الاي تي اكس، الاي تي اكس اقبل نوع المذر بورد الاي تي اكس هذه، طبعا المذر بورد اللي عندنا هنا زي ما تشوفون هنا اي تي اكس مذر بورد، هذا حجم المذر بورد، يجي عندنا الميني اي تي اكس والاي تي اكس واللي هو المايكرو اي تي اكس والاي تي اكس، هذا احنا الميني الاي تي اكس والاي تي اكس هذه قليل استخدامها جدا او نادر استخدامها، احنا عندنا دائما اي تي اكس والمايكرو اي تي اكس. الفرق بين الاي تي اكس والمايكرو اي تي اكس عاده يكون فيها خصائص زياده، مثلا يكون فيها مدخل اخر للبي سي اي، ويكون مثلا فيها عدد مداخل الهارد ديسكات اكثر، وخصائص اخرى ممكن بعضها في المايكرو اي تي اكس تجيك مدخلين رام بعكس انها اربعه في بعض المذر بورد يعني. فتقريبا جوعه الخير مواصفاتها واحده، لكن هنا في اشياء يعني تكميليه فقط او جماليه زايده هنا.
فهين عشان كذا انا اخذت الكيس هذا عشان فيه اللي هو يدعم الاي تي اكس من التاور، راح يدعم المذر بورد هذه تركب عليه بدون اي مشاكل. لانه لو اخذ مثلا كيس اللي يكون مايكرو اي تي اكس وكان المذر بورد اي تي اكس ما راح تركب هنا، لكن هنا راح تركب بدون اي مشاكل. طبعا يقولك الكيس انه يدعم، شوف يدعم اللي هو المايكرو اي تي اكس المذر بورد هذه والاي تي اكس والميني اي تي اكس او الاي تي اكس، فيدعم جميع انواع المذر بورد فما عندك اي مشكله. حتى في يقولك في 4 ملم اللي هو ثيك تمبرد جلاس، انه في الجهتين سواء اليمين ولا اليسار، الجهه هذه والجهه الاخرى يعني اللي هنا، راح يكون في تمبرد جلاس عشان يوضح لك شكله ار جي بي وجماليه القطعه الداخليه. طبعا تمبرد جلاس يعني يطلع لك شكل جدا خرافي، ولا يكون زي بلاستيك تمخش مع الوقت واللي يكون يعني شكله ضبابي او شيء زي كذا. ويجي معه زي ما قلنا اللي هو ار جي بي سويتش. وطبعا يقول لك هنا المراوح اللي تكون موجوده هنا 3 مراوح اماميه 120 ملي انكلودد اللي هي مضافه ار جي بي، وراح تكون في واحده خلفيه بدون ار جي بي. ممكن انت تضيف حتى ثنتين فوق 120 ملي او 140 ملي فان، فتقدر تضيف انت زي ما يقولون يعني انا بضيف مبرد مائي، اقدر اضيف مبرد مائي انا 240 ملي او 280 ملي بدون اي مشاكل. حتى موجود الرايت سايد اقدر اضيف مروحتين 120 ملي، فكل مكان تقدر تضيف عليه مراوح. فيقولك هنا حتى في هنا خلفيه يقولك مضافه هنا، ف شيء عندنا جدا ممتاز. حتى نقولك انك تقدر تضيف تحت البوتوم اللي هو اسفل الكيس هنا تقدر تضيف مروحتين، فبكل مكان تقدر تحط مراوح في الكيس هذا. فهذا ميزة جدا جدا بطلة من ناحية التبريد، اللي عنده شغل يعني زي ما يقولوا له يعني منتج قوي جدا يحتاج تبريد عالي جدا واير فلو ممتاز، راح يخدم الكيس هذا بشكل جدا ممتاز. ويعتبر الكيس طبعا هذا يعني نوعا ما من الهاي اند، او يعتبر يعني ما قبل الهاي اند او اعلى نوع، ف يعني اعتبره جدا ممتاز. فانا ما ابي اطول جماعة الخير عليكم، هذه التجميعة كاملة حطيناها سعرها مع الشحن مع الضريبة مع كل حاجة واصلها لعندك 6670. طيب يا جماعة الخير احنا نقول مثلا انا لو باخذ من اي احد تجميعة ما راح يعطيني اياها ب 6670 اكيد، لان لازم تحسب يا جماعة الخير قيمة الشحن ومحسوبة عذرا هنا قيمة الشحن، ممكن تحسب قيمة الشحن اللي عندك يعني لو وصلت هو المستخدم هذا عنده راح يركب لك وش التجميع، وراح يضيف عليها ويندوز، وراح يضيف عليها اوفيس، وراح يضيف عليها مثلا يعني اي برنامج اخر، ممكن حتى يشحن لك تجميعة شركة يعني قوية وكذا، هذه كلها محسوبة. حتى يعني شغل اليد زي ما يقولون او الشغل اللي راح يكون على التجميع هذا راح ياخذ عليه وقت، فلازم زي ما يقولون تحسب حساب الشيء هذا. لكن بشكل عام كقطع راح تطلع عليه قيمتها ب 6670 ريال. فاعتقد جماعة الخير من ناحية تجميع هذه جدا جدا ممتازة. ولو تاخذ كرت الـ RTX 2070 سوبر اذا توفر راح توفر تقريبا يقارب 500 ريال من التجميع هذه، فممكن تنزل قيمة 5700 ريال، او ممكن تنزل عذرا 6100 ريال تنزل قيمة تجميع هذه، فاعتبره شيء جدا جدا بطل. فجماعة الخير هذا اللي عندي اليوم، اتمنى اذا عجبك الفيديو ان تسوي لي لايك سبسكرايب وشير ودعمونا. باقي شيء ما بقى شيء احسب الاف، خلونا نوصل 7000 باذن الله، وبعد 10000 وبعدها 100000 بفضل الله يعني بفضلكم نقدر نسويها باذن الله تعالى، وانا واثق من الشيء هذا يا جماعة الخير. فهذا اللي عندي جماعة الخير، اتمنى اني ما قصرت باي شيء بالفيديو هذا او اي فيديو ثاني، واكتبوا لي تحت في الكومنت رايك للتجميع هذه، او ممكن ايش نغير التجميع هذه تكون بشكل افضل، او ممكن حتى تعطيني راي بتجميعة اخرى ممكن انزلها عندي هنا في القناة، او حتى اللي كان عندك اي استفسار ممكن تسألني على الواتساب او تسألني على الانستغرام او تسألني عن سناب شات. حتى ممكن اللي يسأل عن التجميعات وكذا تواصل معي عن طريق الانستغرام، وابشر باذن الله ما يجي كل شيء يرضيك باذن الله تعالى. فكان معكم باسل من قناة سوكا، ودائم نهاية آخر فيديو نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.